بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيس عشان إيه أفراد يكمد من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم عن عبد الرحمن وعن ابن شماسة رحمه الله تعالى. ابن شماسة مقعس هو عبد الرحمن، عن عبد الرحمن الشماسة رحمه الله تعالى قال: وحول التابعي قاس حضرنا عم نعاس وهو في سياقة الموت، وعن كقيب قال لي ونقوب جوغهين عم نعاس وهو في سياقة الموت أسوى كسرا قيريد نفط كسعوته سياقة الموت ودكي قيريد مركو كحيني سياقة أصل كده وسواق وي سواق وذبا لو بدلي يألو بدلي ما دام هوصدو كهر مركز سياقة أصل كده وساق يسوق سواقا مركز سياقة كحين سو موت كي جريد أي وضو النفط كسعوته أيان قوب جوغ أهين بول وداد كاس ابن شماسة أورانية. فبكى طويلا إن بطنير عبد الرحمن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ومركز نفطه هيسي وحول وجهه سنه وحوشيدي الى الجدار الجدار كما دربك اي وجهي اسجيدي وددك كور فديي امر لنا يا امر نف دوريي وكسي جيتسدي. فجعل ابنه ويلكس وحوغدق عبد الله بن عم نعاس اها يقول انه ليه يا ابتاه ابو اما بشرك رسول الله رسولك لا ميسن كوغو بشارينين بكذا شيغا يا شيغاس روايه احمد بعديسي. فجعل يذكره صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوحه الشام مراقبتي وعذري ودقي جري انتو نبي قلنا لا انو نبي محل الصاحبي انو شام فرشيد كقيب قال انو وحبغ المسلمين تطري مراقبتي سي وناقي عم نعاسب ويلكو كشكي سمرك وابيه الرجاء قليو حسن ظن بالله قليو الى الرجاء بين الخوف الرجاء يا الخوف حالور دحيا انت اضنوش هاي مركي نفتك وقبطه الجريات أدنقته وحوان أكسن إن الإله ملون أكسن كما ليست هي خير والرجها لم برح ترى مركز وكله مركو وحور ربع به إنه الرجع لي وحسن ظني بالله أوقاد وعبسدا بدن وإنت بدن أوتشيو. رواية كل حدك ولا أنا وحوا أيد ويلك حوا يدي لما تبكي يا أبته أبو محلو إيسا أجازعا على الموت مجيري ذا ودكت كعب سنيسة. فقال لا والله ولكن مما بعده. هذا قول الصحابة ويعوري جيري كما عب سنة هي عليش دي وما هي سي وحن لقوي ووحي جيري كدن بيا لما شمحا كدن بيا مركو روحوا لنتم حول لكم المية محاكا هرية حباش محاكو قسوقية حساب تأخرون محاكو يال تاسان آد وقويا هيابوري يعني جيري عليش وما هي سي. وحول أما بشرك رسول الله بكذا ميسر نبي وخوكو بشارني سدا إيه سدا فأقبل بوجهي وجهي سيب الله سوچي سدو درب قدار كي بقصو النقضي دات كي بصو قابلي. فقال وحول عم نعاس إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وحا أبضان إنو ترسانا إنو وحا أفض بان وحا نترسانا إنو كحساب طمع إنو إن لين هاي أخرا ملوان أكسن بات كتك إيسان وضو بحسان إيسان وكلمة التوحيد حواك اللي تشيك سوران معنا بضان إيقو ما فرديان بور نبي محمد بالله صاحبتي أو دي إن بضان بانت الله صاحب النبي قال لتشوك إن بقال ما قد انتي ونركو وارهاي إن ما ديرتي بقال ما قد انتي والدين تيسي بقال ما قد انتي صحبة النبي وحو حتى رئيسا مركض مؤمني إيمان صالح الله تماد الزمن كي سيقول لتشوك حبكو ترم هاي ضدا وناك لي كور راعين شان بعض فرطي مهبلا فرطي واجبات إسارن بها هاي دتكون وافرن هاي لكن مهمته وحوري ان افضل مما ان افضل ما نعد وحا ابدن وحا افضل بدن ان ترسنين اي نعتبره وحا ابدن ان استحقلين ان ترسنين وحا افضل بدن وحاوي شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله كلمه توحيد. اني قد كنت على اطباق ثلاث صدح حالان صومر يبوري ابو انكو ورمي ويلكي سبو ورمايا اني قد كنت وحانها على اطباق اي على أحوال ثلاث طبق وحوم مراحش بوجهة مراحش وش صومري يحلل وصومر إنه ليش يسيبه كرباين وكشيء كيو عم نعاس على أطباق ثلاث. لقد رأيتني وحاني سركوي صومرتي وما أحد أسوق روحنا
أشد أوسن درين بغضا حق النعيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني أنيقة وحيث مرتبط حالة نبي محمد روح يقال نعب أوسن شرين تقول علاد بدنابان أها قيد ديري قيد قام بوفولي وكي أوسف ري حبشة أوتك النبي من الدباتي صحابة الدباتي وحو أسكول لها ري مجري من دهات العرب نواءها رقت تلية يتلاذو كقوضو يقيد كأرميو أها وحكم إذا رجع مركي شوكان إلا أقعد مركي مقين إلا تبو تلا أو أسوه كجن عرب مقين شيء ولي ومركي كوسا بسنة سياسة إيو حرب يدغال كوسا بسنة إيو مامل ده هي من الدواهب وها تاسوى يصوم مرتبول ولا أحبه وحي لقيت علي نوسن إلي حق إيجا من أنا أكون إن أنا هذا قد استمكنت منه متقع أنت قد جن النبي وما كان صدوه فقتلت دله حلو حيصوم مرتبول نبي محمد وحان كان نعبي وسن شرم وحن كتشعلنا متشرين بولين تان النبي قعنت كورد لقى إنا نجورعه حلقة أيضا ومركو أها قالك رواية أحمد بعد زي إني قد كنت كافرا قال بنها بول أعدى أعداء رسول الله نبي محمد دتك أقول نعب أنا قال له وأهوا صمر يبول تاس حالة بيهاي ولا أحبه وحلا كتشعلي أوسن جري إلي حق يجمع من أنا أكون إنا أنا هذا قد استمكنت منهم متقعنت كله وقعنت كبك توقفت يصوبنا وفقتلت وديله فلو مت هذا تام مت على تلك الحال على تلك الطبقة قابك هذا كل من لها إلى أطباق بقصة الشيء أطباقنا وأحواشي مراحش الصمر يسحب وكشكين إياه هذا سيدا كل من لها أنا لكنت حنقنا من أهل النار لأنه مسألة قطعية سلقت عيه وعند الصحابة والتابعين وأهل الإسلام وركز زناد غضب بنانك إسكجي ننقال لما كنت أنت أهل النار وي ومسألة يقينية قطعية ننكي خلافنا مسلم ما إن بضلنا وهو شوائدين شيخي إلا دي قد شيء وهذا معلم نوعه برنجري لقد شرحتها وبينته لكم حتى قلتم توشا الدقور بايدك الشيكي وهذا الرئيب مبازوها بعد كي سنوري جوكو جري المهم عور السحابي فلو مت هدان لمن لها على تلك الحال سيدا هدان كل من لها لكنتم من أهل النار وذا دوا وين ودوب وين بدر كيسا قال لأجين وقال لما كل انتو كله لما أقول حكوا ضم بين دونا السقوا لأجي هاي أذان لأجين وحات هاي وركان فانتين منهم لي من قال لما كل انتو لأجي وحوا كنت نار بقليا قواطع القرآن وي ودين المسلمين هذه كلام ما الفرق بين الإسلام والكفر بين التوحيد والشرك هذان المسلمين تم يشوا كذا بين اللهوبين قال لما يشوا كذا بين آن اللهوبين محا مسلمين لقيا هاي محا إسلامي قال لما أرد حيا توحيد الشرك محا كلا الصوعة كفر إيمان محا كلا بحشة إذا بدر ما ورك أزجع علماء الله إذا بدر وعي إسكيل عليه فلما جعل الله الإسلام في قلبي مركو إلهي قلبك إسلام كجلي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وحارض لبعض حرر الله بعض ويقدر يسوري فقلت وحنقول صوبناها أبصد يمينك قعنت هذا من النبي الله وفدي فلأبايعك أنقول بلمه فلأبايعك عينك إلا الريبه هي إلا كردبا وجيها عند في العربية سداسين رجع حركية كتابك حركية أما رواية مسلم حركية أي حركية ما أقانوح وذاتك محققة وحركية قذالك قذلك ما تبربضنا وجه في عنا ملها مركا أبسط قاسو أمركا في أمركاسي معنا الشرط بوتاء وبايعكنا وجواب بين قنيس مركا عينك والريبي لامتنا واللام الأمر فلأبايعك وي عينك والريبي هدا دونت لامت واللام كيبات به فعلكنا ومنصوب بأن مقدرة عينك واتكر مركا أيضا لبدا وجبة صحة لامتنا لام الأمر نقطة عينك الريبته يا إن الله مكي كدك توض عينك كرد وضو مياد فانتن وذا داء الله إن لقوذ صحما إن لقوذ وجهي هاي ستوق من مجرو أبصد يمينك قعنت هذا فيدي نبي الله فلأبايعك أما فلأبايعك يعك أنقلاب بلامي بلان يحدي أنقلاب قاليه فبسط يمينك قعنت سميدك تبارك يسد النبي وفيدي فقبضت يدي قعنت يدي بان لابتي مركو النبي قال لبي على لقي شد وذاتك ونبي قعنت السود تاقي يا أنا قلت يدي عشد يبو إلا فربا إلا أباني فقال وحور صوبانو ما لك يا عم عمرو محاكو قل دعي انت هذا تجري قعنت في النبي قال له عهدي بان كلقل يا إسلام يا توحيدي دين إسلاني مركو قعنت كو سود تاقي محا تادي وعشدتي
قلت وحان أردت وحان دون النبي الله أنا اشترط أنت أنا بعد قلين شرط إن أنك لقى لان رباه. قال سبحانه وتعالى تشترط ماذا؟ ما حق بصنيسا ما شرط كده قنيس. قلت أن يغفر لي إن لا يدافان رباه وحصوم ربوقي هذا ودي دولانكي باب المسلمين أجيستي أنتو جيت ديري جيت قابن أفو لي إنو النبي محمد يحرتيس اللو كقو إيو إنو إسلام كباب إيو وحبو حصوصان إيا. قال النبي حول أما علمت موادا أغي أن الإسلام إسلامك مكا الله سوغلو يهدم ما كان قبله وحي كهر إنو الدميو حالي دليل لغن نقضو أن الإسلام يهدم إنو الدنشو باب إيو ما كان قبله من الشرك والمعاصي ذنوبتي يا كفري قال لي ماذا كفر انه سموكت وانا قضان ولا يجتمعون ما كل مكران هذا اسلامي ما دو قال لي ما تقت يوحي وذاتي فروع ذاتي اي الريمور كذا بدونتي هذا قال لي ما تمادنا اسلام وكداي اي الريمور كيس يعني ماشي وكل مكران مجر وان الهجره هجره الله سجود النبي محمد يدينك ديار الشرك والكفر لقى صوتك تهدم إني الدمسمية ذا كور قيم ما كان قبله وحكه الرئي وأن الحج حتى لا أقبله مبرور كأنا يهدم إني الدمسمية لما سعوت ما كان قبله وحكه الرئي لبضا ضم خلاف حلوس باكتر طورة ومسألة بلا خلاف فروع يرو في قيادة وهذه قالكو معاصيده قبل الإسلام سمين شري مركو إسلامنا أوصي وتودين وايو ما الله قبنا يا من السماية ومسألة خلافية سلف كنا هذا سكوب من رافع هذا كورنا وين سوى شرح مسألة ذا يلا إنك استول إلى خلافه كجرا وبخلاف المرجئ سلف كوا سكوب كوضع السعدان للشيوخ لكن هو مسألة خلافية لكن لبضا ضم بأيوه سيد جودو إن إسلام كوي حكور لن دمين أيوه بعض المسائل وإذا بدر رأيك كاتي مدى مويني أيوه دمورا بضا مالها لكن لبضا مسألة ضم بأيوه حليه وحي دميان وصغائرته وأذنوا بالصغائر قرطو بخير إجماع بسوقوري وحول هجردوا إي حجكم لغم الضعف بالكبائر إجماعا وحول الضعف وصغائرتا أصو إجماع سوقوري هذا حجك الله أقبلين مبروركا إيه هجردوا ذنوب تيريره واوين بغم الضعف كبائرتا لغم الضعف خلاف إجماع سوقوري لكن إجماع إنو سنسقنين بغم ملايين لاين وهذا فرب الله محورنا إياه حجك الله أقبلين إيه هجردو ذنوب تكبائرت وين بالغور دافيا إيه حق إلهي ما حد قاء وحن هجر لغور دافين جهادنا لغور دافين ما هيو وحي حج أن لغور دافين كبائر جهادنا لغور دافين ما هي وحقوق الناس حق الله لكن والغور دافيا تحج كلا قابلوا إيه جرداس وإذا دنا سيدا سورنا أدلة بدنا وهايستان مرك إجماع زما قراني وحقوق الإنسان هاي هذا ما خصيتي وحوي عبد الله بن عم عاص وحينو شيغيا مرحله ديس لباد اي اهيد انو سو اسلامي مركو نبيغا بعلا غلينا و نبي محمد انت انا اسلامي شرط وحاو ان دمبيغا لاي داف و خي هورو دان وا ان لاي دبا غلين وان لاي حسابين نبي وحور مايا تاسي شرط وما باهرو وا مسالو دقن اسلام وي اد سو غشو حدث بلابي صح حساب تاد كو بلابا و خي كوري لو ما هيس وانا حريص الهي مك تصوغ شبا اسلام هو دمي وحي كوري هجرتنا هو دمي سحجنا هو دمي هي هذا من الاسئله تانا وان سو مري بود وما كان احد تامر كم حكمت مدهيد مركو اسلامي قال لمد مري الله دبدان ود النبي محمد دب كو غيست ود غرنيسان المسلمين وما كان احد ادم مجر احب جعل وما كان احد ادم مجر احب لجعل الي حقيقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لين كان اسلام وحي كدم بي روح بنا ادم انصوبنا كجعل مجر بود ولا أجل في عيني منه أحد كوين أشهد وكوين تين مجرين هذا ما هكذا وان فيرين كرا إنها هنكبه وان كرا أرقى نعم حتى إل يبالك يتكم التأكرو ولا أجل مجر وما كان أحد أجلوي ولا كان أحد أجل أحد كوين مجرين أما الله حرم بدنيها أما الله قدر بدنيها في عيني أشهد من رسول الله وما كنت ما بأهين برغطيق مد أوذة أن أملا عيني منه إنا إشبك بحسده نبي محمد تام فيرينا إنه بكبو حسده ما أود جن حرمة إيه محبة إيه كل قعل كأنه هاي والدك وكراد ما قال لك وقتو حد نسلف كذا إنه كنت أقول سمعون فيرس وعقوق عاصين موي الله سكفيري إيش كدو حتى مركو هو رمي واد كذا جيزنا يسو إيش قرم مري إنه كنت أقول مساق كلك ما فعابة إنه تاجي يسو ساسي بسلف كل يجي نقول ما هو هذا جوجرة والدك بقى قبنا علمي سفيرين كريم بقى فرفرك وكعنا يكوري ويوحو لقها
وما كنت مباها إن أطيق مد أود أن أملأ إنا بوحي عيني إشهد منه أي من رسول الله إجلالا له أي تعظيما له وينين يقدر نبقى أن قدرنا درت يدوي ولو سئلت هديبا اللي ويدي حلق آيضا أن أصيفه النبقى إنا تلمامون تلمان كبحيه ما أطقت مبا أودين بوحي مرحلة أنا مرحلة أهيد بوحي محاجرة لأني لم أكن أملأ عيني منه حي لإيش كما بحسن كرين سيفي عم بومات المامي كرو روح إيش كبو حسيتو إن ده كنت أقتو إذكري هوزي يصلي بار أوفي رزات المامي كرتا ولو مت هدان دمن لها على تلك الحال سيدا هدان كل دمن لها أنا لرجوت وحان رجين لها أن أكون من أهل الجنة سيداس مركان سو إسلامي إن سيدا نبي قوش على إن وحكال أنا كل بين إن ميلبنا أنا كعب بن هدان ساكو حجابا لها إن الجنة قال رجين لها بولي فمن أهل الجنة من أهل الجنة ويصو تاس أيض مر ملها صحابه حويان إيمانك كل أنت كل من أهل الجنة ثم ولينا كد أنت مرحلة صدحات قال لهم كصبح إسلام يوناك نبي شعيل يحرمي قدرين إسلام ما حقي أسوى مسلمين ما ملا الدولة النظام قليب هذا صحابك آدي هذا قبقايا وأكدها أيام مرحلة صدحات وصومر نولشيسي فإذا أنا ميت هدان دينتو عفوا محبان كبه دي ثم ولينا وحان قعان تولينا وحان قعان تقول لنا قبرناي أشياء أرمو ما أدري أنا قراني ما حالي فيها حالك يوحو نقنطون حالك يوحو نقنطون مكوبة بادي دونا ما الله يقب صندونا رواية كلا عديس ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان وأشياء فلا أدري علي أم لا halkaas ku caadiyay wixii inta ka dambeeyay arrimaha siyaasadeed baan gacanta la galay dawlad buu ahaa de masar oo dhan buu ka talinayay dagaalii hishaam ragii furay buu ahaa maamulo badan buu qabtay thumma talabastu ba'da dhalika bis sultan nidaam dawladeed iyo gubernator noqday waali iqliim buu noqday dal dhan buu ka talinayay shaam qayb ka mid ah falastiin ila masar oo dhan ila liibiya qayb ka mid ah ayuu ka talinay oo kaliye haystay mudada dheer وأشياء أن قعنت الله فلا أدري علي أم لا ما الله ما أنا يقصو بيح الدون تام مساجر بانكير دون قرن ما يبر لكن لبعض حاله هير ورك يقوى عدا مثل دان كل دنتو إن أهل النار اللي اسمه ويدينا يبر مثل دان كل من الله أنا جنان رجيل لها مرنا كما قبين آد من أقو كل صونا إن جنان تقو ومركو إسلامي نبي نوسيدا وش على الدنيا كلية آفك إن وصن قعنت الله قليل هذا أمر هذا يسدها تاي وحالة ذي ذو حالة دود دم بيس أي تاي مركز حوالى إنسان إذا بدرك لي بدعائي وحن لو بنا بهنين إجا إلى اليوم أنا تيد أي ساي وحالة دود دم بيس مرة هي فإذا أنا مت أما مت هذا عند أنتو فلا تسحبني ييس الراعن نائحة هوين دواقي سام أويس نائحة وروح دواقي أوي برورنا يدواقي سلام مقلها يو ولا نار دبنا يسير راعن قرقرية دبنا هي قد بقاين يقري يقيق رواية كلي فلا تبكين علي هيقو وين هذا عبد الله عروت نكو جعلوا هيقو وين بود ولا تطبعني مادحا مدي أمان هي كانوا عم عاسب الليل هذا أبو عبد الله وركا وحدة الظل هي وحش شيء هي أمان هي نهاي الراعن من ناضك هي صن ويس برونا هي الراعن ضب هي قد بقاين ولا نارا وشد علي ازاري فاني مخاصم بور روحي امانه هي راعين ادونا هي غدب اوين دب هي غدب قادين وحولي سدو كاله معوستنا اي دوجي كفانك سفي عن او خرا وا دود هي دود بان غل هيا غر بان غل هيا فاني مخاصم ولا تجعلن في قبري خشبه ولا حجرا قبري وحولي dagaxnaha saarin geed weyn iyo dogbi alwaxnaha saarin arrada intaad ii kuustaan il iga dhiga ayada ii gogla alwaxyo weyn la soo qaaday ayagu xirin dagax weyn iyo alaabna gudaha gelin buuri waxaas u dhiga fogey qabrigeega dagax weyn ma gelin kartid buuri he alwax weyn ma gelin kartid wala dardaa ma wiilkiisi فإذا دفنتموني هذا يا حباشون يدوكتان مكا يدوكي ساموي فشنوا علي ترابا
عيد يقول هوبية شنن هوبين وي سنن الروايات بقرية وسين الآخرية وما كسي ترتيب اللقوشبة فسن علي تراب سنن سي ترتيب عرضة يقوشبة ثم أقيم النقادة حول قبر قبر حواشد أكتيدة يا أجار كذي هريره هذا قدر ما تنحر جزور أنت نيف قال لقى جورعه جزور كوا نيف قيله قدر ما تنحر جزور نيف قال أنت لقى جورعه لقى نون أبوه ويقسم اللحمة هيل كذا لقى قيب الشه ومحن كوسوا إن أن كود الفرنا إن أنت أصلا نيف قال أنت لقى جورعه وسانت لقى ساره كدمنا هيل كيسلا وحيو لقى قيب الشه ويران لبص عوي هذه عيدا هذا يو وحبوبها يأي إن ساعات بس كنا قاوش يدو هل الساعة يدل فدي هوي لكن ما كان لدي دقيني لا بس عبي قادنيس مع كله حتى أستأني سابكم سائدين وهشدبور إن هذا وهشدان ربع السؤال اللي ودينا إيه منكر إن كير امتحان هيان ضد كي يدل فدي إيه هذا كنا نوان مغلى وإذا وهشنا إيه هو أنظر أن إيجو ما أراجع به رسل ربي وأنا أفكر سدبور إن وروح وهل هيستا جواب تسنة توستا لقيا با كل جاب باش هذا قبضتنا قب قرير بدن يصير مسكتين يجيب دع بيسكلا يضاي وأنظر أن إيجو ما أراجع وحن أقول جوابها به ما جوا رسول ربي ملائكة ربي كان أقول جوابه رسول ربي وملائكة وجد راه مسلم قول ويري شن علي روي بالشين المعجمة ولا وري والمهم أنا ولا وري شين دبعينا ولا وري سين عن دبعينا ولا وري سن علي تراب سنن يقوه بي يقوش بع عرضه ويسير ترتيبا مركز سين أخرده مركز هو بنت عاد قايد وي أي صبوه قليلا قيسير سير هل مرة يقوك وصينة تسترتيب بذلك أقوك هذا عري يري يري والله سبحانه وتعالى أعلم بالشيخ المهم حديثكم مركز وحاكو جرى باب استحباب التبشير والتانية تبلغ خير بين كسر الجري ويلك عبد الله بن عم نعاسها أبيه مركو جريوني يي وناجيه وأبيه وجا يوح نبي وجب بشاري يمناقب تيسب وشجع النبي قلت كره النقدمان عيدا أدي بي كدوا لي رجال خم يرجو دم كدوا لي أبو بكر وعمر كجرين بوشجع وما لي قلت عبد عمر عاز سبقي ونبي محمدو هذا عيدا كوا سوعلي وانا سوقوا ليستي رجنا واكل لكن سؤال بكو يدين كان النبي الله ها تلقى يا رجع شاي نبي عايش ويري نبي لو حق رجع نوتشي إذا دمر كم هي حق رجع نكوا ذا أبهد برا وبكر بنوتش على بس وانا سقى مصيبه هو سوق ينو يد هذا رجع هذا بكو كوتش عليه بإسلام النبي كوي له هذا معي هلاي صحابة رجعوا وين عيدا أي كجيران بنا أسمع أمير لوجا دقي غزوة ذات سلاسل دولانك الأورنجري أبو بكر باكوتشري عمر باكوتشري حكمة النبي يقول لي وسوسا فهم سحابة مركا يضع قيس كل جود دولة إيه عربي ذا دبك بضان إيه فجأة حق حدود الشام بيشريني وحقيقة هاي إني ما نسيق الرئاب تجيء نبي عرفت عربي بو يقان عيدا بس هو دول يا صدر محمد محي الربان يديك يا هجاميني ويل كي جبدون الأشي ويسود جوكس بلوك هذه تان حبط دعين سوين إيه بالقبر يقول كذا ما ها أنا وطن بالقضية قام هذا الله سلامك هو يقدريان نينا سيسان دي عيدا كوحا ولا مثك أي ولا شعر دش أما قبر إيه بلا والفضل يا الشيغاني ناس كانوا قد نقتي ناس كانوا كقبي باب باللابن ولا وضح لي حكمة النبي يقول دي بي أصول لك عوقاتي مربها دي أبو بكر وعمر عيدا أبد الله قاعد دقي أقول وحبات دير تاعي مركزنا وزاشة ويتي سيدي بين نقطه مركو عيدن هو غابي ريال لا خم يريجو دا يري قود عميسان دغالمين ود هادلبا وخي لو دمهي هل دغالو يرو الاستجابي بس ادعي وخي كو دو وخي دين ور عمرو الناس كانوا نوقتي انغونا يانا دمهين عرب ميشي مرتن مرين وان اسلام و اسلامين سياسه في عانو ملتري بو ليمد هولانا و كو فيعنا اسي عمر كايس قبسدان اسكو رفاده عمر و خو دهابين قبل هادو دحو عبد المعاص عيدن كنت مشي ذكروا يري ضب الله مشي ذكروا عمر حلو وان شذرنا إن ضب نحن بابنا يزه ورمي ضب مشي ذكرت أو بكر بوك أو قد عود أو بكر نيجان كوايا شيء سوى إسلام هذا رم ما أنت مركي أمير لقد دقي ضب مشي ذكرتان ولقى أن شذين جرنا محية عمر وهذا كأرقيه وقته حلو أمير نبي محمد بن يوسف دي بيه كأمر قاضو جوج عمر ودقالك سقى قرنا وحلو قد لا هاي أكله ويد أرورته حيري نول بع قال إن قد تبوري هبين كنا إذا كان ضبط الشتاء لغوط يا ساتريسي تيديس
هذا دور ضبش دانو دور بقول لوان دور بقول بيان صدح بقول وحير بيان ما بضني صحابه وحلي وصدح بقول شن كون الركبة دول فريسي أنا لشون شون صنبور ما كضبي أنا لشين عل سوق بالمدوي مبرايا وحن ضبك عشان شين محي عين مجنبة هلا يد هذا هيك طبعا نبضه هالشيء قال هذا مرك لا تبينا يلا عرسن نبور هلا قهره نحرس هذا ريمن وكذي هؤلاء بهم بس عمر سكوت سياسة دي ومرجع عمر كوكر لها المهم إذا سحابي إنه لو جب شاريه وحياه بدون النبي وإيش أو خيرها ويلكسون حسوسي بكوجر مش أو التبشير بالحوي استحباب التبشير بكوجر والتانية بالخير بكوجر وعقله كوجر هذا إسلام قيمه وأن الإسلام أو يكفر إنه ينقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان عن أحد روح مكلفة أو مسلم هين أما أن قال هنا دونك كمان نورو أما مسلم باتاي أما قال باتاي لا برير دحاب متجروح على يداد حكم كأدين مركي إنه كهال الله إنه لا بضع مدموي أما مسلم باتاي أما قال بات حكم كأدين آخرنا سيدو كلو لكن دونك وحاله لا أفك مسلم هي أورك قال آخر لكن فريق في الجنة وفريق في السعير وحاكلوا كتشرة في نط القبر يي من أصول المسلمين أيتها وقبر كان لسكو امتحانه الله يستجربه أي ماشي كتشرته وعقلوا كتشرة روح مركو دمان أيه إنه أهل كيس أقدر دارمه وحابه كبق ينا يكون خل دمان أما أي كأفيا أما أي دقن حمار ويسمى إنه أقدقه سيد أصحابي قوقع الله وحاكلوا كتشرة التفاؤل بالخير ضبكم حلو دي دي روح مسلمة جنازة ضب إلا الرعي وممنوع أحاديث قناء كتمت تفاؤل في عنا وكتشرة إن إلهي وجنية بن أبر يا إناي حق يضبك يقريها وقد وضع تفاؤل في عنبا كتشرة ولقبق يا ضب إن لقاد بقي موانا كسانو عقلوا كتشرة إن روح مركو لنتو الحبال ومقلا يوح كركي سكتشرة ولها كالسعودة إنو إنو هشنا يا كتشرة إنت أندل شوقنو با إنتو بكتشرة إن قبرك مدلو قلنا كان كردوش الله فرينك سوى الود عين أيو أما حالتي سلا ناشناش أيو وأنت بوكو جرتا باب وداع الصاحب ووصية عند فراق للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه حبابي هاي وداع الصاحب ونغنكرا مصدر مضاف لفاعل أو لمفعنته ونغنكرا وليس كوما يسو وداع وموادعة سقوتسكي وداعة الصاحب أضو إن الصاحب كمركز كتكيسو سقوتسو أدر دارانتو يا صاحبك كاتجي إنه كسجوتو كودر دان لبضو وإنه قن كرايسا مركان لينا ومستر مضاف لفاعله أو لمفعول واسدة مرنا أديك بحه هي تجي سفر هي أقدر دار مني هتكتك تي مرنا أنا قاعد أقول تجي سكودر دار موضدان كالها اللي وضد كوس عطان كالها اللي واحد قمان لهيد بان كالها اللي وطننا بقول بدنا سمينجر عليه سلامة والسلام أحد والبو بحس حبيبي سودر دار مجري مرنا أديك تجي يا دردار من قضيق ينكر وايلك ممكن تجي وردوان تجي مساعدك واسدة ومدرسة واسدة وأقون تهوش هذا واسدة وإلهي كعب صدى هدي ونسكالميست ورقى صد القاتين وحبيت كتجي لأن إنه ركتي يا طاي أمانة كوت علي مسؤولياتي لا بد وين نقول إذا مركو وداع صاحب يا وصيتي إن لو دردار مه عند فراقي مرك الله قد تجي للسفر السفر درت اللي قد تجي يا وغيري وحن سفر كأين بق يو الدعاء له إن لو دعاء صاحبك كاتجيه يو طلب الدعاء منه إن لقد طلب الندعاء اللي هذا قال الله تبارك وتعالى وصى بها دين تضبط وحاضر دارمي بها أي بالملة الإسلامية وحاضر دار إبراهيم نبي إبراهيم بادر بنيه وريش أدر دارمي أفر ويل بنبي وكتجا وبيه سأهاي ما يسديد بأهاي ما أفر يطوم بالله شجع أفر يطوم بأبدا أنتوا الله شجع نبي إنه دلعي وبيه سأويلش وأوه على جمال الله وحصل على الله الله أفر بآيين إسماعيل إسحاق يلا أفر كله يلا بكله أفر لقى قرده وعلمه وسديد قل إحنا أفر يطبنا عليه سلم عيسى إبراهيم بادر دارمي ودر دارمي وليش يسي بها ملة الإسلامية دينة الإسلام ويعقوب بادر ما سونا أصنوا بادر دارمي أو لبيو طبعاً كورد أسباد يعقوب أسوأ لبيو طبعاً يلبى كفر عنده ولبيو طبعاً قبيلة نقضي معي محيجري يا بني ولا شيديو إن الله اصطفى لكم الدين إلهي دينته إذن دورتي إسلام بو إذن دورتي قال لما وإذن كبا أي
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هادمان يدكون مسلمين كأي يعني كده ذا لو خاتمة خير كأيو خاتمة ولازم واحد كه إلا يدينه دين تكون رقما لأن الروح غالبا وحو إن بدن قصور رقما أيو كل إنت إن بدن واحد طغن كرديك طائيات كحجابته حسن الخاتمة كور نقضة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون أم كنتم شهداء أي ما كنتم استفهمت هو إنكاري ما إذن تشوغن وي ما إذن تشوغن ما إذن كاتشوغي أم كنتم شهداء موحد أهيدين مخراتيال يقبجوغ ميال أهيدين إذ حضر يعقوب الموت يعني نبي الله يعقوب بين يهود ينصارى وحيدا يعقوب وحوها يهودي بوها مرك إبراهيم لقى سوى دقاتي قولوا إذا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ما كان من المشركين يعني ما يعقوب أو يهودية أساسي تيبا لقى طور لقى طفي بين بطشك دنبالي يوحي إلى المالب إذ حضى يعقوب الموت مرك النبي يعقوب نفط قباتي إذ وقت قال لبنيه كي ولشيسي إذ قال لبنيه وبدل إذا حضرت كبدل إيسا عليس كوكو مايس ما تعبدون من بعده ورهدان حجابتهم حال عابد إيسا يد عابد إيسا ما كانوا غير يود ما تعبدون ما ذو سيد ضب يسأل بها عن كل شيء ما لم يعرف ما حلوه ديو سؤال آلات السؤال لقدكتا وآلات اسماء لقدكتا مركز رهدان إيسا واحدا قرنين بلقدكتا أما شيء لقرن يستفادي ولا قليا هذه لكن شيء الله قرنا تلمان تيسان على الرادين إني التعيين كيس الرادين من بار الله استعماله وعقل الله استعماله على اسم الله ما زيد أفقيه أم طبيب ما قال لي ذا زيد واتق أن عين تيس لكن سفدي سدران ما بار استعمال إسا من زيد على استعمال مركز تعيين كرادين الروح الرادين إيس أحد كا دم لها ما تعبدون من بعد قداشي محل عابد إيسان قالوا حيدا ولشي نعبد إلهك إلهك وأبو ريبا عابدين وإله آبائك يعقوب آبياش إله ذبا عابدين آبياش وكوما إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إبراهيم يا إسماعيل يا إسحاق يعقوب وين أيه وين إسحاق سوما إسماعيل محوية ما أبيبا أدير كيوي مركا يعقوب وحيكدق أن إسماعيل وآبه يمحايا لأن العم وسنور الأب وآب الله كفر عنتي أما تغليبا إنه كوينا آبين لدى شيء بسيدة أولى هاي ويلشون سيدة سي آبا وغمك عابين أدير كان هذا آبا وابلا إلى هذا ولا اسم لها إبراهيم أهاي وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا هل إله بان عابدين ونحن له مسلمون اصل كل جيبن هو كان سميع كل هو كان سميع وحصري يقصري باخجر هذه ترتيب كل وسع ونحن مسلمون له بايت والهرمري معمولك عاملك بادب لقي لماذا ليفيد الحسره والقصره اصل كل جيبن هو كان سميع ان احد كل هو كان سميع كل جيبن عبدنا اذا ما كجر مرك نبي ابراهيم مركو دمنه كتغي اهلكيسي ودردارمي يعقوب ودردارمي ودقن انبياء الرسل وي أهل كذي قرابة ضد كسف ريسو سفر الدنيا يمد آخرها إن دردارني يتبينك قطقتو وأما الحديث فمن أوحى كم الحديث بابه كتمد حديث زيد من أرقم باكم رضي الله تعالى عن الذي سبق قصور مري في باب إكرام أهل بيت رسول الله رسول الله أهل بيت كسي إلا حرمي الله كرامي بابك أن قصور مري حديث زيد قصور مري أصنا بابك كيمد حديثك صدح بقول أفرطني لحوي نقصه مري بابك أفرطني صدحات قال وحول صحابك زيد ما أرقم قام رسول الله رسول الله استغفينا لحظة يدك استغف خطيبا أسوكنا وعيني نوخذ بيني فحمد الله إلهي بمهات شيء وأثنى عليه ربي فالله أمانه أمانة سكود إرادي ووعظ أمدواني وذكر أله حسوسي ثم قال وحولي سبحانه أما بعد انت كذب بعد التذكير والوعظ والثناء على الله والتحميد ألا أيها الناس دضوا إنما أنا بشر أنا بن آدم باهي نفلي بانا هايوان حجابا كرا يوشك وحادو أن يأتي إنو يمادو رسول ربي ربي الرسول كيسوي ملك الموت إنو يمادو ملك الموت فأجيب أنا
أن أقبل الدعوة أيضا محايل أنبيوه ولا دور رنسية نفط مكة لغا قاضي مركة نبي عجيبا نفط لغا قاضي هذا يجانا ما ينا دبا لورد هيا ولينا مدعي النبي هي انتي لو ينو لدور رنسية الدنيا الربا آخر الدور النبي نبي الله داود ميوها ما آدم نبي الله آدم بوها نبي الله آدم بأمرك نفط قبطي لو يمت من تن قوانين ملك مودي نفط بان قاضها يا ديار قرو يا حور عمرك يوم حاقر دمان أفرطا صنع يد من بول واتودك دكتي ملك مودو أفرطا صنع يد من أفرطا كاسي وحيد أفرطا صنع وبحيي وقول كي سوزي ها نبي الله داود بوسي عروتي سبالة نبي آدم لا توصي نور بدن نين آدم نورها يقرح سنبوار كمركز ونين كان محوها وحال اللي هو نين عروتها ذا كمين دقون دونو نبي داود لا إله عمره يسمي واللحظة نصنع عمره يجي أفرطن برا وقدر أفرطن اللي يقول سيقال الله سيولي أفرطن كمين كان نبي آدم وها المامة مركز هوش صور لما أتي اللي نفسه صور يجي وحور المهيا ملك موت واتصور لي رئيسي واتصور خلطن طيو إن شاء الله إن شاء الله عيد كلا من دا عيد كلا لقوس ودرة أنا قافرت صراع يدم حلا فرت صدي ويل كاسية ما ها مركز حسوست نبت والله قاضي نبي حوري نبي آدم بهالمامي فنسيت نسي آدم فنسيت ذريته وإني تاركم فيكم حيث كجتك يا ثقين لبا الرموض العلوس أولهما متكوه الرأي لبذاسي كتاب الله كتابك إلهي وفيه وحكجر كتابك ربك الهدى هنون هنون باكجر هنون الدنيا من أقربة ودك استور لقاضة يسيد أوناكسا إن لو قاضة يطرق النظام كسدا كجرة إيوى نور إفتين إيا إليس فخذوا بكتاب الله كتابك إلهي دبره وقبصدا واستمسكوا به كدك والاسكفتون والدك دفسنا إياه فحث على كتاب الله طردارا كأسقع النبي وفرزها دواد مريا إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب حلق أيضا وحي قدام بيه نوشك لابا نبي نوشك كتاب ربي وكدر دارم وأنا كمان تدونك لو قلنا عبيا قال يقال الرعين شيء قلنا عبيا الله قال الله كتاب ربي حتى ليو يطلل مهي بارلسكو هيا مقدشة كتاك أنت برلمانك الغوشه الصوماليه با كمر مايا مايا يوتن لايا لحدن يكود الامن كان مايا يوتن با اسكور تاغنيا لكن وين في عنا هيو بن ادم قدرنا كنا القيس او في عن بان دان صومالنا معايا لي ضد اهل كتاب ربي با تلين يا مايا واخ كلا تلين امن كان صوماليا وي كدمان لا دهي عالم عالم العرب وي كدمت مره كدمت اعاجيم دوركود بداب ايو سوماليا وي كتاغنت الى امنكن دودي با كتاغن و تلين اما تلين ايو وركم يد فانتي دلنيردي ودن با تاغيري سوشيال ميديا وارقتي وحاد ميش فديه بقول كي با سغاشن سغال دلنيروي دقيدي دماده حقي كبخه مساجد دلنيرا بوخينيس دلنيرون وحان كتاب الهي مربار جبر دقاؤنا سمعي ما أنت دليل لما كتاب بان كل قناة كتاب إلهي مش الدستور كتاب كإلهذا لكن لو قسم إنه لا ما أقوله ور أيق وحبل لا ما أقوله على قل من الله صوت يار صديق دفر يلاقي كان بقادي إيشك أي عصمرة لقى كاني ينزريت يا يعرتا بلايو يا نهيس الطب يا زملاء حويديني وحويدين هذا ما أقوله كتابك ربك هذا ترى ما هو كل قناة مسمية أدوارك كأنه ود قالوا بيزن الله ما عضين كره خيار مجلي كره وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا هي أن يكون لهم الخيارة من أمرهم أبدا كتابك له قرقر ما قالوا لكن وحن أجدنا أبدابا سوميدن قال لي مدي ادواتين الديمقراطيه دي وحوا ان احترام الربيتان كبلشده وبنت بلشده وي ربيتان كبلشده وحا لو شيغي وا بلشده نيويورك نول وي يا واشنطن جوكتا ما بلشده وحا الصومالي جوكتا على الله دبا لمدك بلشده لينجي وعد موديسان بلشده ندها كسكسن ما وا بلشك كلي حقوق الانسان وا ضد كلي ادينك ما وا فرنج وحا لا هدلاي بين بلدين شيغي دتك سا فهمه
afrikaanku xaq ma laha, muslimiintu xaq ma laha, hawshaasi wax la og yahay weyn. Nabigu tiibuu ka dardaarmaya, taasaas ubana u daran faxadfa calaa kitaabada, kitaabkii ummadda ku caraabay nabigu, waraqaba fii waajicilaysi, ku dhaqankiisi iyo dhaqash iyo qaadashadiisi. Uma qaala wuxuu yidhi qodob labaad, wa ahlu beyti, qaraabadayda, udakirukum ullah, alla idin xusuusinaya, fii ahli beyti, inaad ka dadaashaan ahlu beytkayga. Bini aadamku axad walba oo wax tara ama ay jecel yihiin, faamilkiisa way jecelaan, way xurmo, way qadariyaan. Aabaha dad jeclayd, dadkii asaga saaxiibadii ahaa ama jeclo dhan baad jeclanaysaa. Nin oday oo qiimo badan haddii aad jeclaato ama halgiyeynimo ama mujaahidnimo ama akhyaarnimo kale, faamilkiisa waa tabiica khariisa bashariya. Saa darteed hadda kor baan inaanu Soomaali ashraf baan ugu jeclahay. Soomaali ma kale joogto, ashraf baan ugu jeclahay. Marka ree macalin joogtana, ree xasan nuur baan ugu jeclahay. Warka meel fahantee? Ashraf maxaan ugu jeclahay? Nin Maxamed baan ka urinayaa. Ree xasan nuur ma taqaanaan? Qoys yaroo baha geli oo sayidku ka dhashay wey. Ina Cabdilxasan baan ku jeclahay, ayagaa dan kale kama lihi. Nimanka culka ka tirin jiray iyo colaadda xagee ku dambeeyeen, waxba kama jira warkooda, isku dhammaaday. Nimanka Soomaali gabay ku wareeriyey awe, cali dhuux iyo qabaan bulxan awe. Abadan. Qoliyaha maansada iyo sugaanta dandaneeya un baa laga yaabaa inay wax ka shay daba ororodaan. Ama odayga ka dhashay iyo qoyska ka dhashay un ay yar xurmeeyaan, laakiin in Cabdilxasan xun noqday. Halyay Soomaaliyeed ummadda muslimka, yemeniyiin baan ugu haystaa hadda. Xadhe maba ayn Soomaaliya nin yemeni ahay oo ashraafu min aali beyti rasuulillaahi, maba kaa yeelahayaan baa nagu haystaa. Annaga halkan ka taageeri jiro ayda wax ka diri jiray, oo markuu halkan Yemen Sanca Cadan Makalaya Mukhaba alaabta ka diri jiray, maxaad idinku tarteen? Reer Bani Makhzuum baa maba ahayn bay dheheen Soomaaliyaad sheegaysaanba, wala waxay dhehen reer Bani Cabdidaar buu ahaa, oo la isku haystaaba. Maxaad aadan maxaad ka sheegay qolyo raxaweyna waa anagu ahaabay abwaanu Soomaada maqan waa mashhuurkaas niman reer bay dhabaa waxay leeyihin maba ahayn reer macalline waa nin reer baar dheero oo raxaweyn ah culays bay iguma haysaa anagu cidduu doona ha noqdo dadnimada iyo diintiisaan rabaaye qoysnimo anagu danka balihi ma booran baad sheegateen waa hol cusumaad Cabdulla Qulli jiculi anagu waxaan qabnaa inuu sayidku booran ahaa oo sanaahin bareerkaas yegaysaa dhibala rawahu Muslim. Yacni nabigu maadaama waxaan ku keenay nabi Maxamed maadaama rasuulkeenni yahay, ilaahay nabigu noo soo diray yahay, ilaahay nagu dharqabtay, ahalkiisa muslimka waa in la xidhiidhiyo, la qadariyo, la xurmeeyo, la ilaaliyo, meela lagaga dhicin. Saas rawahu Muslim waqad sabaqa waasoona xadiidku bituuli buu ku soo hormaray. وعن ابي سليمان اشرافتا هل قددالو آل بيت رسولك هل قددالو هل حرمي هل قدريو ذلك اوغو مهم سنه وحاو ايغونا ان ودادي سوبانه اي راعان او اي هوريال نو نوقدان ايغونا حق قودي لو حرميو لا قدريا لا دونيه هدا ذلك كخمادان هدا وا مصيبه كلا وي وعن ابي سليمان مالك بن حوير رضي الله تعالى عنه قال اتينا رسول الله رسولك الهي بان اونيمت ونحن شباب انا ودان يرا جمع شاب شباب هو جمع شاب annagoo dhalinyaraa mutaqaaribuuna isku dhowfisan xagga aynigay da'da annagoo dhalinyaraa oo labaatameeyay ahaayeen oo da'ahaanna isku dhowaa nabiga u nimid miyibay ka yimaadeen fa aqamnaa cindahu nabiga agtiisaanu ku nagaanay 20 laylatan afartan habeen labaatan habeen nabiga la joognay wa kaana rasuulullaahi wuxuu ahaa raxiiman axad naxariis badan buu ahaa rafiiqan dhimriya wa fii riwaaya raqiiqan qalbi jilicsan من الرقي او من الرفق بالسكهيا رسول الله وحا رحيما نحرس بدمو اها رفيقا دمريو دلنيرو 20 او 100 كتيمد
markay cabaar magaaladii joogeen meelaan cad iyo caan laga cunaynin oon xoolo ka foofaynin oo makacdaa oo beerley reemadin ahaayeen xugu way daltabiyoodeen way hiloobeen waxay is yidhaahdeen nabigana nabaalow nafas ma dhihi kartaa meeshana ma joogi kartaana siyaad yeeshaan ayagoo indhaha wareejina nabiga dareemayba kaalaya soo maydan xisogoynahaa ma islaanteen haa diinta ma barateen haddaad iska aad ku noqotaan nabi alla waa rabnaa nabiga dareemay diibuu ka sheegay inuu nabigu ayagoon weydiina dareemay buu kuu sheegay saxaabigu فأقمنا عنده نبغت وحن كنا قان 20 ليله 20 هبين وكان رسول الله رسولك لو حار رحيما نحرس بدنا رفيقا دمريا اما قلب فظننا وحملي ان انا وقد اشتقنا ان اهلوني اهلنا ريرك يغي يا حاسسك يغي عرورتي ريري يا والدك فسالنا ونا ويديي عمن تركنا تركان كسوتغنا ادو وي حقد كتيمت ابي هو منولي مخاد هيسي ونا ورايست عمن تركنا عمن تركنا تركان كسوتغنا من اهلنا اهلك فاخبرناه وان اشيغني فأخبرناه وأن أورن فقال وحلو صبنو ارجعوا لابتا إلى أهلكم كل لابتا فأقيموا فيهم كنا هذا وعلموهم برا ومروهم فرا خير كفرا سنة ذلك برتين برا وصلوا تكذا صلاة كذا ظهرك عصرك مغربك عشها صلاة من أقولك الشيقية صلاة هبلو في حين كذا وقتك تكذا وصلاة كذا في حين كذا صلاة هبلنا حلقة تكذا فإذا حضرت الصلاة صلاة وقت قد هدوك قالنا فليؤذن لكم أحدكم متكين هيدين آدامو لو أتنكين متك من ها آدام ولي أمكم هيدين تجيو أكبركم كإذن كو وإن هيدين تجي سادة نكبحيو محايا لمرك أيضا اسكو مربا إسلامين وإسكو أقون وإسكو فقه وحبا اسمار دير حق فقه يا قرآن كحفظيس محايا سديرين دا أدا بس دا دي بنامك كلا هرمري كين إذن كو وين إمام هنو ما دام اسكو قرآن يسكو سنة يسكو أقون تين متفق عليه زاد البخاري وحكوده في رواية له وصلوا تكذا كما صل كما رأيتم أنه أصلي سداد أركتين أنه أتكنا أتكذا قاب لباتن بربد إلى جوكتين انت صلاة بد إلى تكتين لباتن برنامج ما قصد بد إلى تكذا لباب بقوله صلاة بد إلى تكذا لباب بقوله صلاة لباتن بر يقول افتشن ما بقول بقى لابا بقول ما أها بقول صلاة بيلة تكذي من كان أفكي يقول لابا بقول وقوله أويري رحيما رقيقا أويري روي وحلو بفاء وقاف باللوريا رقيقا يا رفيقا باللوريا وروي بقافين عفوا روي بفاء وقاف أو رفيق فاء يقاف اسكحيقة ويأود حيث ولا ورية وروي بقافين لا بقافنا ولا ورقيقا ليدا هذا لا بقاف يأود حيث إذن ساسون بقوة دردار مي إذن محاكو جرى مرك دردارا يا تقيا صحابة دي بحيس الله واتنك أهيد لن يرضى أها إنبقى اللي باتمه من لجوك تصوحي رئيستي إنبقى وحباري أهل كوذ مركي آذيين قنتين دردارا والدينيات بودي بصوبانه عليه الصلاة والسلام سيدا سأل الدونها ياو وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا قال حري استأذنت النبي نبي قال إذا ويدي استيف العمرة إن العمرة يستون بحو فأذن النبي وإيف الصحي إذا صحابة مواوين هذا مسؤولين تا أما نك مدينة شوقبة هدو صف سعدالة يا ميل جاريو نبي إذا ويدي سنتري وقال القرآن كان هذه هوشة المامة وكلها للمسلمين لا تنسانا نبغى هنقال ما من برياء أخي وهالك يوم من دعائك الدعاء هذا مرة ضل عمر يسوع البيت كلاه تكتو مرك الدعاء سنة يسوع دعاء نقص ودر هنها المام فقال صبن وحور عمر بارون هاي نبغى وحور كلمة وارد بوجيري ما يسرني وسفر حق لنين أن لي إنه إيه هذا بها أن لي بها أي بدلها الدنيا الدنيا ده اللي يبدله وارد النبي يجري الدون ودن أنا نسي سنين يا أخي يا أخي وهالك يوم الأخوة في الدين أخوة في النسب معها نينك واربنا عدي نبي واربنا هاش ما كلا فوقين أخي في الإسلام يا أخي نسو الدعي نبي يقول الدعي قد البضو ولا لون إيجيلا هذا ولبا تصغيري وتصغير انت قعال عنطا يد كل كل وما هاتي تعقير كاهي هذا قرب أن نصوم يحتمل ونصوم شرحنا إيه تاسو آد أبو بقي وفي رواية وحاكوتي متقال وحوري عمر النبي وحوري أشركنا النوذات يا أخي والك يو في دعائك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وإن قصة مرة حديثك إنه سجني هاي ترمذي حكم كسان مركب وإن سود فعني بابك إنه قصة مرة يون بابك أفرتني الشنات ثم هاي ما
بابك أفتن إيشان تكفري حديثك صدح بقول صدباتني صدح بينك وصوم مري نيمد مركوا محي ودردار الله في تركيا عمر باتي سومها هاي المام وهي إن دعي صد أهل كذي صوح صدته ونوصد دعاء نوصدرت. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان وحاء صحابي عبد الله أبو عبد الرحمن يقول كيد هذا للرجل إنك وحكو أرنجر إذا أراد سفرنا دو سعدال دونا صحيح بدي ذاتكو يقال إنك سفرها يبا وحكو أرنجري أدن مني إيسو دو حتى أودعك إلى أنك سقوتي أنك سقوتي إيسو دو كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يودعنا سيد النبي قلنا سقوتين شري أنك سقوتي فيقول وحورج مكو أسو دو هذا أستودع الله أستودع الله إلهي وحان أدريبتي كأمانيستي دينك الدين تاذا يو أمانتك بايلهد هذا أمانته وبايلهد هذا كتغيسو ضدك أهلك حولها روح مركو دقاقية وصفره وحبضنا بايله كتغايا إسلام تعرضتك أمانيستين هيا معانك وعرضتك كتغايا دكانك وضدك كتغايا شقاء مسؤوليات فربضون وصاروا أمانه كتغايا وبايلها مركا ميل تعالى نبي قول فرصة هذا أمانتي يا الدردار محور مري دينت الروح استودع الله اله وحانك اما انسانيا دينك دينت كو دوره كفدنين انت نغه مقنتاي يو امانك تامانها بيلها كا دنبشان وربك كو دوره كو الىليو وخواتيم عملك يا عملك دمادك ربك كو توزي خاتمه وانا اغسل اله قصي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح اد بقي بانتاي ده هو شاسين والله حفظي والله قبطا روحي دقاقه هي عرور إيو يعرول يا عالم يا ويل با وإن هوش الله برتول الله حفظه الله استعماله إلهي وحي اللي بتنا ما ضيعه أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ويفضو الضهي ودردارا. وعن عبد الله بن يزيد الخطم الصحابي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش وبالمناسبة مجرباتك مر مر بعد يكون درايه مجرباتك دعاء ضدك شيطانك قالوا وسواسي الدين توقف إنه مسلم متى قال بابا طيبة محد كتب كني وسواسك قهري يعني ما طلقوا لي به دعاء وحان تجاب إنها الدين روح أوبدي وإلى بقى عافنيا شيطان وحاجر تضدك دبا ضمرك رجر اللي يرضى دبا أو وسواسك كني ما أنتوا المسلم متى كارع دعين محاول كتب كم كتاب قرآن كسكدي تشوش وحان رنبا والروح مسمى كل رفاضي أفكوا سمرين كرين وأنت جربناها دعاء ذال هذو الروح مسمى كور ديو هل كبقى أنتو فرت كل تشيو وآخر دعاء ذا إن بدن شيطان كوس كتجو جبانية مرد بين مردم به إلى الدين كذي وكوس إلى بدودي بتي أستودع الله ديني وأمانتي وخواتم عملي بدو بدل مركز أقول آخر نيس ما قد قطف في سنة دي سنة قوة ليسا هذا دوم ينزف عني انت وضع قادتين العقبة اللي نقربها مركز استعماشا وحبلاش لقوب حنا مجرال كان رسول الله رسولك يوحوها إذا أراد مركو الدون أن يودع الجيش عيدا دولة يئذو سقوتيه قال نبي حرنتري أستودع الله إلهي وحان أماني سنة يا أمكوديبانيا دينكم دينكين اللي عيدا بدن باتيني وأمانتكم بيلها قد تكتين إلهي بان أمكوديبانيا وخواتيم أعمالكم عملك إن جنانك السنة ودين صوبي وخاتمة ونقصت كل بطن بيدين ودين يا حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي نبي محمد بن نبى نبي محمد أيمت فقال يا رسول الله رسولك إله يوم إني أريد سفرا سعدال بن ربا إن سعدالون سفرا دوريا فزودني نبى الله إصحى يقول زودني إيدر دارنوي حوله اسم ما هو حسابه صهيدي معنوي الدينيت بوجيده فقال النبي وحر زودك الله التقوى الله كعبسي الهي سيها كا غدغو انت صوتت مقنت هيب عبسي الهي الله كو ضروري الهي انك عبسي الله كا غدغو زودك الله التقوى الله كعبسي تقوى المحي هيد واجباتك لو هغاغو خمه لو اسك الىليو قال الصحابي وحر زدني نبا الله يغو در يكر دردارنك وغفر ذنبك ذنبك الله دافو قال حول الصحابه زيدني النبي الله يكردي دردارهم في عن وهي قال سبحانه ويسر لك الخير حيثما كنت نينك النبي قاد بوغ دردار اوغ دعي
زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث الخير حيث حيثما كنت ويسر لك الخير خير الله كوفض ميل والبوت شوكته صفر هضات هداد نجيده هاي هضاد حل علس شوكته هضاد أبار شوكته بيحوي برسمات ميل والبوت شوكته خيرك الله كوسال وكوفض ويسر لك الخير خيرك الله كوفض حيثما كنت ميل الله لم يشهد شوكته رواه الترمذي وقال حديث حسن هذا عزمان غريب إذن ودردارك النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنت هذا وحنا نبغى مضاف مركوري عبسي وقدر دار ما يوإله وجود عيي هذا الله كعب صد محاكم مقن ومن يتق الله يجعل له مخرجا هذا نحن نبغى الله يكردي دم الله هداف دم الله كعب صد أدب حوم ويدو أدقب دعه صر مصيك تيسو أي حمان كار دعه دم الله هداف نبغى الله يكردي ميلو البيت شو تخيرك الله كوفضي وش هذا خير بنا كقر سعالي وكفى ايدي دعوين كنوع عاسي النبي وقال الله حفظيه وقال الله قبطاه هاوش انكو أضلضل إيسان أذكرت ما أثور هذا دعاء النبي محمد كسوغن تاسا كخير بدن بركة قونا إليه ذا هاي باب الاستخارة والمشاورة وحبابي هاي إلهي إن خير لو يديسته أون كان لا تشهده الله باب قيمة بدن لبا معنوه خطر اسكو دبا دشي ما ندم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ليلى هذا حديثه يضعف ضعيف وحديث كاسي لكن وربوي نقيم حجيدي باب كان ادبو تشعلانج نقيم ادبو شرح مركو يمادو تعليقات مركو اركو وصمر تعليقات علوس بصارا وحلو وسمعت الشيخ الاسلامي يقول شيخ الاسلام من تيميه ولبان مقلي ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في امره وحكمة تكتب بماء العيون بماء الذهب معه بماء العيون بلغ قرية أيضا وحيوه شاور الإسلام من تيمية الله خالق روح استخارة أصمية الله تشهد مخلوقين تنا الله تشهد للشورة أرن كيسانا كفر سلامك في الطلاب قاضي ولقي مول مقومي ما شاء الله يتوضو ما ندم ما شاء الله يتوضو من استخار الخالق الله خالق روح خير كضل بإله خير كي وافجي إلى هذا وشاور المخلوقين مخلوقين تنا الله تشهدوا ومركوا تلاي حاجة وباهدوا ومضوا ورهبلوا محيكولاتها وربنا كان عن فريزاني وتثبت في أمره أرنكو صمين آدي آد أغفر سوى كاتسدا فالك صمين استكفر ومدو كودو ويأذكو كرسون تاي لا تشهد لا تشهد إلهنا خير ويديسو وصد أحد قطبا قال الله تبارك وتعالى وشاورهم صحابة الله تصل إلي الكود في الأمر في أمور الحرب هولها الدقالك هولها الدنيا ذا مسائل كالدين ذا يجتهادك النص عن اللهين وشاورهم أمر وأمر استحباب يمي وأمر وجوب لبضا والسكوها وقال تعالى رب وحيي لمركم مسلمين تتلمامها يدقن أهان يتضهم وحيهين با وأمرهم تلضوضو شورى بينهم واتشوا الحية كتشذان صلاة يسون كي وزكاة وكالة وقادة مسلمين محلوية قال ندك وعدت تشذو وحكر الحية وذاك كليك التلس يمستبد مسلمين تشغلكم على داقن كوض يدين تضم النبا وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر أي يتشاورون واتشنا وشوريان بينهم لحظة فيه في الأمور حقيقة مركب مشاور حقيقة شاء محل قطر شذا مسألة ذو هذه تهم مسألة إلهي كتاب كيسكو عدي سنة اللي وعدي مسلمين تكو إجماعين دليل ظاهرة له والنص له شور مقه له يعني بخاري بابا بشت في صحيح كه الله وحسننا حكام إلهي رسولك سعدي ما تكو إجماع ذي أما دليل ظاهرة له لا شورة فيه لا مشاورة فيه وإلا فريسيس اللفي تا سيدو شاور مقالو ما كنت شيء ان صلاه دور ما تم حنو كيا الا عصر بحنو كيا الا رمضان كما سونا مسوين اسك دينا صدون سنان سوس سنه كما سكننا سنا زكذا سنه كما باجنا ابدا هولاس وربك يخلق ما يشاء ويختار لما اقول او شاسي ارن ديني شورا مقالو او حكمك عدي هي شورا وحي غشا لبا ارمود هول الدنيا ما أنت ما سفر رامز وانسكت شو قلناه
xilliga ma yar seexanaa mise waan guuraynaa howlaha wixii howla adduunyaa maamulkeenna Garis baan ganacsi ka furnaa mise Nairobi hebel ma la shirkoonaa mise waan iska daynaa howlaha idinka idin taalla meeqaan noqonaa shirkada waa laga tashanay wixii howla adduunyaa waa laga tashan Nabigu kaleey salaatu wasalaam la tashaday yidhi hawshii markii qolihii munaafiqiinta ay hooyadan Caaisha ay wax ka sheegeen ashiiru calayya ma kamaani ku galahay Nabigu wuxuu ashiiru calayya mareema kan ku duulaa mise nimanka aw baashtee mareema ka taageeray baan tan u damar carruurta iyo macastiman ibar ka soo dhiga carruurta iyo hawankan ka soo qafaasha ashiiru calayya hawsha Nabigu waa ku badnayd oo oran jiray wixii arrimaha adduunyada hawl dagaal waa laga tashanaya waxa ka laga tashan oo shuura gasha arrinka diiniyad ee wali xukunkiisu cadaanin waa hawl diineed laakiin aayad looma hayo xadiis looma hayo ijmaac ma jiro nas daahir oo lahayo ma jiro ijtihaad bay u baahan tahay laakiin nabigu wuxuu maxaabiistii reer maq ee bedel muxuu ka yiri toddobaadkii la soo qaaday wuxuu ashiiru calayya maxaabiis waxa lagu sameeyay quraanka markaa ma cadaynin wixii ma soo degin radda toddobaadka nin baan haynaa ma laynaa ma fidaan ka qaadanaa maxaynu ku sameynaa oo kaliya taliyay yaani mas'alada diinada ijtihaadiga ee nas aan lahayn waa laga tashanaya culimada loo ururin cuqaasha loo ururin cilmi cilmiga yaqaan ee dheer garadka diinkan yaqaan raayiga u bataan ayaa la maraya tarjiixan hadii kale raayiga imaamka marka doortaa la maraya wa hadii la yaad natiijada shura ma mulzima mise waa gheyru mulzima wa mas'ala lagu khilaaf ka taagan lagu dagaalamo wakii Cabdullaahi oran jiray hawshan ka hadii Cumar qabsan lahayd la jamaca laha ahla badrin ahla shu baad ridwan baa loo ururinaya akhyar idan arrin diineed oo ijtihaadi ah iyo arrin adduunyo unbay shuura gashaa masalada diineed ee xukunkeedu cad yahay ilaahay caddeeyay binasin la yaxtamil taawiil aw binasin daahirin laa shuura fiih iska ilaaliya hawsha iyada waa lagu gaaloobahaya وعن جابر الديمقراطية شورا اسمه ما شورا والدين إسلام الديمقراطية ونظام ريق البيض لغا كينا وقال لما وزندقا ودين لعانا وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كينا برا الاستخارة على الله تشيغا إلهي خير ويديسيغا طلب الخير استفعال وي افتعال عفوا استفعال في الأمور كلها وما حي إله خيرك وافتي بعض الله خيرك الله إسكاله asaga gacanta ku haya biyadihi alkhayr asaga bixiya yuallimna wuxuna bar jiraa istighaar istighaar waxa lagu bedelay ibn qayyim wuxuu yiri istighaar waxa lagu bedelay bidacdi jahiliga ay wax ku raadin jireen diyaradi tashaumki tanjiimki zajru tayrki wixii baqtiga istisqaamka bil azlam falinti tusbix ila luux jiray naw yarba usdalay tusbax nolo dhiba ali ruha aye maxaan ruuxna maxaan dhahnaa Sayyidina Cali Abu Lahab istaajiya ku istaago Abu Lahab ku istaago bul way hawsha ayada haduu Cali ku istaagana hee waa khayr warkaas la akhrinaya mana kitaab mushaf lagu faashan jiray waa waraaq ay ruwaad rogi marka daasho meesha u dambaysa hadii Allah iyo Rasuulullah wuxuu ka soo baxaan hadii naar ka soo boodana iyo jahannama mala gaaba galay war qaabadan baa loo faashada wax xaasudan baa ilaahay baabiyay muslimiintu waxa lagu bedelay hee al istikhara yuallimna wuxuu na barjay al istikharata fil umuri kulli arimaha dhan baa ilaahay khayr la waydiisto ka suurati suurada noo baro meel quraan kamida ducaa al istikharu nabigu na barjay sida uu noo baro suurada quraan xurufteeda uu naga sixi jiray uu na xifsin jiray illa wa masalan muhiima هذا أبها تهوش وما خير بيكوتا مسجر أقرأ المريس يقول حوانج الصبح إذا هم أحدكم بالأمر متكين هذا تأرين دونه استخاره إذا حقيقة شاشورا قصو الشيء استخاره واجب مقشو شيء مستحب را مقشو شيء بنام بالغة استخاره حاران إيا كرهانا مقشو أحكام الخمسية أفر مكمدا مقشو هل ميل كريه يقشا إلهي بان كلا استخارين هيا إن أنتو كذي إن كلا مصعون إسا آبادا لا استخارة في أداء واجب
وفعل مستحب شيء واجب إن لا يماده شيء مستحب الله تماده لقبا استخاري حارين تكفقاته كرهنا كدرقته مكروه كدرقتنا لقبا استخاري ما لقبا استخارين إياه شيء بنان شيء بنان أن كرهنا عين مستحبنا عن عين. إذا أحمى أحدكم بالأمر متكين هذو أرن تمني أرن عفوا أرن أهمي أودونه فليركع ركعتين لبرك عدو هاتو كذو من غير الفريضة واجبك أهين لبرك عدو صلاة الصبح عن أهين هاتو كذو ثم اللي يقول هيا هذا مركو صلاة لما يكذب سيدا صوابك دعاء الاستخارة وبعد الصلاة مركو الصلاة من نقصد كذب بات بر يسا سجود الأحد اللي قلنا يا أي تحياتك اللي قلنا هذا يكون نقاشين مصح معها لأنه مقصودك استخارة يسن فاهمين محايا لي نبي عليه الصلاة والسلام لقن كيسو بل أنبياء رنبو كسو قوري أنبياء مركو ربق بصدا أما هول أي تمنيان أما هول أي مرجيسو محايا سمين جرين صلاة يكو عرر جرين صلاة مركا تكنيسو وحاوي وحال يدا مراد كي حاجة دا لغفر فرطاح الله يدا لغبر يا هيا وصدق نفط هذا كب حيس مركز هوشا قدين صلاة كذبة دعي سنيسا صلاة وهر دعي مقدمه لو قلت لك لي دعاء صوصة لك أقبله مركز دعاء صلاة نحق المهي ويكد وانت حافظ حجر باحيك ماذا لو كلو قيادو قال الله يصوه الشيخ يسي حافظ العراق كسو قوري وانا مسألة مهم جدا دب قيادة ويكلا دوانتا استخارة ما لها كلي سجود دعاء لقوا يكد وين دعاء سجود واحد ودعاء قشو لكن دعاء الاستخارة بعد السلام بعد قديس رأي قاسة أفع عن أراد ما شكو جرت ثم اللي يقول هيا اللهم الله يو إني أستخيرك أذان خيرك ويدي سنة يا سيدا خير كان كاد البايا بعلمك بسبب علمك وقال كذا درتي أذا أقوي الله خيرك ما يشو جر أذا أق أنا قرن ما هيو وأستقدرك الله أذان كرسي يضل بهايا وين الخير كي كرسي سب قدرتك أود هذا درتي خيرك الله يكرسي أما إيه قدر لبضه والقف سيرة بقدرتك أود هذا يقدر كذا إذن وكي عمر أرنج إله وضاد شقي يقرط يقتره سعيد يقر هضاد سعيد يقرطين الله هلك يوحج هاي قترين حي له واحد أود واحد الله واد أود أرنج شري مرق أذو مرقامي أذو بره ساس ودي شري ودون حد ينصح معه قدر كل ما بدله يا وداد مرقامي أو بري وركي ويبيد هذه نمان حد مركي ما واسعين هاي يمحو الله ما يشاء ويثبت وكلوي وعنده أم الكتاب إذن إله يو خير كان كويدي سنة ما دام الأكتاي إن الإكرسة خير كان وان كويدي ما دام أدوى الأول دوح البو وأسألك وان كويدي سنة من فضلك العظيم فضلك هذا دير بمحكا ويدي سنة فضلك هذا وين عفوا فضلك هذا قعنت هذا وين الله وحبانك ويدي سنة فإنك تقدر أدوى الأول دوح والبا ولا أقدر أن أحمى أوده وتعلم ودكت وحلبة ولا أعلم حموك أنه وأنت علام الغيوب وحبها مقنة الله أقال بذن باتهاي اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر الله هذا أكتهاي أرن كان أسقى أن هذا الأمر قور كان قناع سيقان صفر كان دقان كان ميشن أن دقي صاحب كان يبال الله صاحب تلاذا وحاصل ما تشيقي سوحبة تشيقي مقعبة تشيقي واحد ربطيبة تشيقي واد مقعابي روايك حديثك الشيقي ويصمي الأمر ومقعابي قبرنا إبلاء إبلاء بعدي إني إبلاء إبلاء واتشيقيس دي قبر كاقر دقنت أن هذا الأمر أرهن كان أساقا خير له إنه خير إيهاي في دين الدين تيدا ومعاشي نولشي إذا وعاقبة أمر إي آياتين كيغا ضنب أو آخراء دين تيدا نولشي إذا أدونك عاقبة أمر عرفت يدنب آخر أنتم دكتور إني إيرون تاي أو مسقانا بوحجري عاجل أمري أرقي كسودك دقو الدنيا ده وآجليك كضهو آخر فقدره لي الله إيقدر الله إيقدره إيحقن ويسره لي إيفوذي مركز إيفوذي سنك عانت الله قالنا ثم بارك لي في إيبارك الله خير إيقلي سنة إيقلي وإن كنت تعلم هذا الرب ومدعك أن هذا الأمر أرن كان أن دماعي شر لي إنه خير دنيا شرية خير بياهين في ديني أنا الدين تيدا إيمان كي إسلام نمت كيجا ومعاش الدنيا ذيدا وعاقبة أمري عرفت هي الضمبي آخر ذيدا أما خاتمة ذيدا أو أما سقانا بحوري لا بد من كذن تات آخر كرتاوي
عاجل أمري أمرك كسودك دقو الدنيا ذا وأجلي كضاهو آخرة فصرف عني الله إلى الله فصرف عني الله أسجل الليح وي أرنك الله إجرم حتى أنو هدان راديون دو أرض الله أسجل إجاسي فيج أسجل دم بيانا كسرين با الله إلى الليح وي وصرفني أنا إلى الليح عنه أنا إلى الليح asaga inuu soo maago oo ugaas baad noqon talada noo qabo nabadoon lagu daba guuro lagu caajisada laga yaaba ilaahow aniga iga leex marna adu aniga i fiijay marna arinka allah u fiijay allahuna kala weydaari baa laga wadaa maamimad hadaba hadii waxa laga leexiyo waqdur li al khayr khayrka allah i qadar haythu kana khayrka aad gacanta ku haye ka rabbi wad iga leexi suxuma mid fiican oo khayr baa allah i qadar wi maxaan ka bood waqdur li واسكم مثل ما لا واقدر لي يا اللي واسكم واغفر لأبي يا اللي أبي يا سوس من ما لابد والله آخر سوما واقدر لي الخير خير كالله يقدر أنيق حيث كان مشو جرادا قرن يا الله خير لقو قدره وحاجة هذا كوقن عينه ذي إيمان سنين ما هو نيسا ثم أرضني به يوقن علا وخير كأسقى شيء خير ربي كو قدر يا مدحم بكال لحين أدوات خير مودو يسو هذا إيمان سن ميس إيمان كبا كب سنكم باتاغيس وحما هايات كويس إن الإيمان ستولق تصوى وفضل إلهي قال وحورز النبي ويسمي حاجته ودنتي سمك عابي حقيقة قلنا يا ميشا هوري هذا الأمر بات قلنا يسا هذا الأمر ميشا تقلنا يسا رواه البخاري بحديث كوريي حديث جابر حديث بغنبا على مدأة إذن مركز أرين دونتو سداسات كد يات سمينيس لبدا رعود باتو كان داد كبود يسو علمود ويبنان تجد هذه لكن لو رعود كما يرين كرتيد رقعات بسو ويتر الله مر ربه رقعتين بأوغو ير حديث دوران بابك كتمت حديث كان جابر بن أوغو عاصم في صحيح البخاري سداسات يليس هبين مالين بعد حل قدون تكدقو رقعتين أدوتو كتان سدا أثراد أدوتو كتان نو وحيري الكركة وحلو أخرنا يرجع دكوبات سورة الإخلاص سورة الكافرون سورة الله رجع الله بعدنا أما يجي بسوعنا ما يذكر لو كأخرنا عراقي وحوري واحد اللي قصوا الرمان الإمام كويس كذي اجتهاد ورقعتين كفجر كم بوا كيسي مرقعة طاف بوا كيسي لكن هو حيلقوا من بوري فتح مكة الآخر رقعتين كاسي إلا آخريو إخلاصي معوذات كأيو كافرون هالوهر يا صحوي لكن آياتها القرآن كإختيار كالشيغي ها آخر الروح مسلم كأه وربك يخلق ما يشاء ويختار كلئيه وما كان لمؤمن ولا إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيار أيو آياتها نوع عاس ها آخر يوري خيار ذو كجرته دورشة ذو كجرته ساسا قلت لنا يابر حافظك حلو وبه أقول وركان عراقي بآد إلى قرآن سنبول آيات الإختيار إن لو آخر سورة مناسبات كلا سلف يرصد هاي آد بيوقر حسن طيب سيدنا هذا قوة هذا وسيد هون وحنا النبي كوجو يمتشراني قرآن قد تكو آخر ركعتين كتكو صلاة الحاجة وهي سيد هاي وأذكر العلني أنت أضن تذكر العلن كرتا لكن مركز تضوجر كل علي صدح جور كل علي أنت تذكر شيء نتيجة الاستخارة وامحي شيقة مركو قلبك هذا أن كنت ترين قلبك هذا بعد الاستخارة قلب سويل هذا النفط هذا يكون دكتو قلنا قا لكن كو هرام بكو قل لبنا والنفط هذا يكون ممنا إذا هرام بعد ودتي اسكا إلالي هرام نوان شعلا استخارة نوية تستيق حبك مجران أو شا اسكا إلالي نفط هرام وحي حنبارسان يكون ممنا إذا هوا كنت ترتي اسكا قفقو أبوابت بعد الاستخارة لغوفرو يا بضان إن خيركو كتشرو أما مرام الرياب لغو أركاه أدو بعد الاستخارة هذا حكوسه بحواي أهرنا نهران قلبي هذا كو وينين قو أنصو عزمي إلا وكو بركين رب الله تشطيه كدبنا دعاي دعوين كبناي دعاء الكرب تفريج الكروب النبي كسونا في ربنا كدو عيزتا إلا بأن كيف يكون بضع يدا دعوين في ربنا النبي كسونا تقرن إنسان روح قربيسان روح يهول كتاقنتي روح الربان لا إله إلا الله العليم لا إله إلا الله الحليم العظيم مسوحية لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ودعاء تفريج الكروب ومجربات كان النبي محمد كسر قومي هذا يكون قلت أنت دعاء تذكر العلذ فقبل الله قاسينية بقلب أنا مشرك أهين
oo saliima oo ilaahay ku kalsoon. ducada aad garanaysaa ducaa alhamd walxasan akhriya allahuma ana cabduka wabna cabduka wabna amatuka naasiyati biyadik maadin fiya xukmuka cadlun fiya qadaauk soo ma garanaysaa ducadaas muhiim jiddan. ducaa nabiy llaahi yuunis oo nabigu aad u tilmaamay oo nin walbo kurbo iyo hami iyo qami ku jira kuma ducaysto ilaa ilaahay waa ka fayda eedna laa ilaaha ila anta subxaanak laa ilaaha ila anta subxaanak inii kuntu min aldaalimiin ku celceliya ducada kale allah allahu rabbi laa ushriku bihi shaya ducooyinkay ka mid tahay allahuma raxmataka arju falaa takilnii ilaa nafsi tarafata cayn waaslix li shani kullahu laa ilaaha ila anta ducaa tafriiju lkurub ay ku jirta yaa xayu yaa qayuum saxaabigu wuxuu nabi maxamed oo qurbaysan ma arag ilaa akhara min hada ducaa yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astaghiith wamin cadaabika astajiir aslix li shani kullahu laa ilaha ila anta ducooyinka xifdiya ilaahay ku barya shirkiga iyo baktiga iyo aboodiga iyo alkhayra waxaa iska daaya qulyaha meesha fadhiya loo tegayay iska ilaaliya calafkayga fiiri qada balaayada waxba kama jiraan istikhaara iyo alaabta isku qoofala wax walba waa hagaagaya saaxigay keenaysaa allihii khayrka gacanta kayaad weydiisatan addoonnimo muujiya cubuudiya muujiya alla isku dhiiba asaga barya ilaahay baa idinka faydaya. baabu istixbaabi اldhahaabi ila alciidi waciyaadati almariidi والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة وحبابي هاي إن لا تعلي استعاب الذهاب عيد إلى العيد عيد إن لا أذن لا تعلي هاي وعيادة المريض الروح حنوصنا الله بوغضه يا والحج حجك يا والغزو الدولانك والجنازة يا جنازة لا آذو ونحو حلها المالة من طريق ودلق آذو وضد كبح حيث مركز أسعود تعيد aada ruux xanuunsan soo booqan aada xaj u baxayso duulaan u baxayso ama arrin kaloo cilmi baad aadaysaa salaad baad u socotaa masaajid baad wax ka soo baranaysaa jaamacad iyo dugsi baad u socotaa dukaankaadi baad u socotaa iyo howlo uun khayr ah ood markaa khayr ku qabanaysaa dukaan howl kale lagu qabanay kama hadlayne iyo war rujuucin laga soo laabto laga soo noqdo min dariiqin aakhara waddo kale aad ku soo laabato maxaa saa loo yeelayaa litakthiiri mawaadic alcibaada inaad badiso goobaha aad ilaahay ku caabuday in ilaahay ku xusta ee badato la doonaya aakharna ay ku marati kacaan meel walba ood martay ood wado khayra iyo tilaabo khayra ku martay aakhara ay ku marati kacaysa goob kastood ilaahay ku xustay ku marati gici tilaabo kastood khayr u qaaday iyo dhulka aad goyso dhamma marati ku noqonaya khayrka la badanaya adaa khayrka badsanaya. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد هذا ما العيد تهي نبي وحوها خالف الطريق وددو كلو دو جري وددو اسوي دارين جري تو كبحي كمسو نقون جرين تو كبحي كمسو لابن جرين رواه البخاري. قول أولي خالف الطريق يعني وحوجي ذا ذهب في طريق وضو كبحا ورجع في طريق آخر وضك لنا وكسو لابتا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه صوح قد امام كنوي تكثير مواضع العباده ان لبديه ودوينك خيرك يا غوبها لا اد كحست لبديه كدغاي ودو waxay leen waxa xikmada xikmooyinka kamida in higilka muslimiinta iyo shacarkooda labadiyo hada inagu 200 ruux aan wadada ku baxan ciidda ku aadno gaalada waxay dhin fara badan hadhowna 200 haddana antan soo maro 200 waxay ku noqon hayaan 400 bay isbedelayaan waajima tuurad iyo higilkii haybad muslimiinta la muujiyay inay ku jirtaa bay yiraahdeen wadadana dhib ma laha. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوا يخرج كي كبحا دون مدينه كبحا ايو من طريق الشجره ودد جيتك ود مدينه كبحدا او جيد الحليفه كو يالا مرتوي مسجد الحليفه هذا مش اللي هذا وي ودد مرتا كان يخرج من المدينه وي من طريق الشجره شجره ذي الحليفه جيد وين وقرعها اما نوع كلا او كو يالاي الحليفه وي ويدخل وسوق الجري مدينة هضوم بنانك كي ما دنا من طريق المعرس مسجد بعد ما يشوف مسجد المعرس بالليل هذا وماش اللي يقول فرن شري نك انتم ما سوق الله اما سوس عضاله مدينة اسود دوا هذا ماش هابين كبري شري انا معرس اللي شري مدينة ادو ليه كم تربي اجرته ميلاها سما شن المهم نبغى دو مدينة كبحا هايو ودد لو يقانو طريق الشجرة اما طريق ذا الحليفة اللي يقول بحجري markuu soo noqonaya maka ka soo laabtana wadada kale uu ka soo geli jiray labada wad kala duwan jiray dariiqul mucarras la yidhaahdo.
وإذا دخل مكة هدوم مكة قليه ما يشدونها كي يمادو أما حق الشام كي يمادو أما حق يمن كي يمادو أما حق مدن كي يمادو ما يشدونها كي يمادو دخل وحوك قلي جري من الثانية العليا كرين تصاري جير تصارو كدا ليدا هذا كدا أيا ليدا هذا ويخرج وكسو بحي جري مركم مكة كبحا أيه مدينة الله أبانا أيهنا من الثانية السفلى كرين تهوسي أين كدا ليدا هذا كدا أو مقصورة لا تقصيري يا أيضا مدن ممدودة مقصورية ممدود بكليين والله ما يلوط من الشبيكة اللي هذا من مرعي ولي وضعطاء على بدأ الباب أوكل الدوان إذن محامر كورنا بيوضع الثانية العليا وصف قلي وتفاؤلو روح مؤمنك إلهي إنه مركة وحرم كتوا أرنكس أقريلو باسيو ضلعو درجون مهلو كورو سعودو marka dambar hoos buu baxayaa waxa way inaad cujbi iyo kibir san ka taagan isla weynan adoo feeraha buuraya waan soo umraystay waan soo xajiyay hebel baan ka xajiba adoo xajimadiid alaabta shaydaanku ku afuufay hoos loo dhigayaa nin soo guuristay way saasu dhaqna wala ma ku nabigu meel kor fuur muxuu sameen jiray oo takbiir san jiray marka hoos u dagaayana tasbiix aad garanaysaan muttafaqun alayh idan هذا هو وداء كوب حضو تكلك سؤالاب هاي هذه هي السنة مركز شيء خير أسعته هذا شر أسعته ودوين كاس كوب بدين مهاجرة سيسن ميلب بدن هي هو مرات كين شر كيرى إلى كعب سلاكين وحلب بدن أيه ودوين كخير كوي باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم وحباب هاي القصص كيس تاجا من قالوا كتاب أدب الطعام أنا أسكت شوقه والله سبحانه وتعالى أعلم الدنيا أرض وما قارب لك أن كنت أيه بريت عشر متر إن شاء الله تعالى وإن وصبت ذات الله يداد بريت عشر